أهلاً يا رفاقي، من أجمل وأسهل دروس هذه السنة الهمزة المتطرفة، ومن أهدافنا معرفة سبب تسميتها متطرفة، إحسان كتابة الهمزة المتطرفة، معرفة جميع أشكال الهمزة المتطرفة وتعليل كتابتها. نبدأ أولاً بسبب تسمية الهمزة متطرفة. تكون الهمزة متطرفة لسببين: الأول بكل بساطة إذا لم يأتي بعدها أي حرف، ثانيا إذا جاءت بعدها ألف تنوين النصب تعتبر الهمزة متطرفة. فنلاحظ الأمثلة التالية، مثلا أبطأ همزة متطرفة في آخر الكلمة، جرؤ أيضا، قارئ أيضا، جزءا رغم تنوين النصب تكون الهمزة متطرفة، وبشيئا كذلك الأمر. نعود إلى هذه الكلمات فيما بعد. والآن كيف تكتب الهمزة المتطرفة؟ تكتب الهمزة المتطرفة على الكرسي الذي يناسب حركة الحرف الذي يسبقها، يعني ننسى كل الكلمة يا أصدقائي، نركز فقط على الحرف الذي يسبق الهمزة. فمن هنا أشكال الهمزة المتطرفة التالية: الألف، الواو، كرسي الياء. احفظوا هذه الأشكال الثلاث يا أولاد، احفظوها جيدا هذه الأشكال الثلاثة، لأننا سنعود إليها بكل كلمة. ونأخذ الآن خلاصة هذه المعلومات. تكتب الهمزة المتطرفة بحسب حركة الحرف الذي يسبقها. إذا كان الحرف الذي يسبقها محرك بالضمة تكتب على الواو، أما إذا كان الحرف الذي يسبقها محرك بالكسرة تكتب على كرسي الياء، وإذا كان محركا بالفتحة يكتب على الألف. نلاحظ الكلمات التي ذكرناها سابقا. أبطأ، ما هي حركة الحرف الذي يسبق الهمزة؟ الحرف الذي يسبق الهمزة الفتحة، لذلك نعم كتبت على الألف. وهنا جرؤ، الحرف ما قبل الأخير مضموم، لذلك كتبت على الضم، على الواو عفوا. هنا قارئ، الحرف ما قبل الأخير محرك بالكسرة، لذا أخذت الهمزة كرسي الياء. جزءا، شيئا. هل من حركة هنا في هاتين الكلمتين الأخيرتين؟ أما كتبت الهمزة المتطرفة في الكلمات الثلاث الأولى بحسب ما يلائم حركة الحرف الذي قبلها؟ نعم، ولكن هنا لم تطابق الفتحة، الضمة والكسرة. أما جزءا وشيئا لا يطابقان هذا الهدف. فنطرأ إلى أول ملاحظة، ألا وهي إذا سبقت الهمزة المتطرفة بحرف ساكن، بكل بساطة كتبت هذه الهمزة على السطر. مثال على ذلك: جزء، أما حركت بالسكون؟ نعم، لذلك كتبت على السطر. شيء، الحرف ما قبل الأخير حرف ساكن، لذلك أيضا كتبت الهمزة على السطر. وجزءا، أيضا الحرف ما قبل الأخير ساكن، لذلك كتبت الهمزة على السطر. ننتقل الآن إلى الملاحظة الثانية، إذا كان الحرف الساكن يتصل خطيا
بالهمزة المتطرفة في حالة تنوين النصب، فتكتب على كرسي الياء. فنلاحظ الكلمتين التاليتين. الكلمة الأولى جزءاً، الكلمة الثانية شيئاً. أما سبقت يا أعزائي الهمزة المتطرفة فيهما بحرف ساكن؟ انظروا، جزءاً، الحرف ما قبل الأخير أليس ساكناً، وشيئاً أيضاً. إذن بلى، سبقت الهمزة المتطرفة فيهما بحرف ساكن. والآن هل تتصل الزاي في الكلمة الأولى خطياً بالهمزة؟ انظروا، هل تتصل الزاي بالهمزة؟ لا. وهنا الياء ألم تتصل بالهمزة؟ بلى. إذن لا نرى بجزءاً همزة متصلة بالزاي، إنما هنا تتصل بها. فنعود للملاحظة الثانية ونقول إذا كان الحرف الساكن يتصل خطيا بالهمزة المتطرفة كما في كلمة شيئا في حالة تنوين النصب، فنكتب الهمزة على كرسي الياء. وأخيرا نصل إلى كيفية تعليل الهمزة المتطرفة. لا تنظروا إلى هاتين، نبدأ بالأولى. بكل بساطة نعلل ونقول كتبت الهمزة المتطرفة على إما الألف إما الواو إما كرسي الياء، لأن ما قبلها حرف مفتوح، حرف مضموم، أو حرف مكسور. ثانيا، كتبت الهمزة المتطرفة على السطر بكل بساطة لأن ما قبلها حرف ساكن. وأخيرا، كتبت الهمزة المتطرفة على كرسي الياء، وهذا استثنائيا لأن ما قبلها حرف ساكن يتصل بها خطيا في حالة تنوين النصب. وبالتفصيل سنرى بعض الكلمات معللة. نبدأ بأول كلمة أبطأ. كتبت الهمزة المتطرفة على الألف لأن ما قبلها حرف مفتوح. قارئ، كتبت الهمزة المتطرفة على كرسي الياء لأن ما قبلها حرف مكسور. جرؤة، أيضا كتبت الهمزة المتطرفة على الواو لأن ما قبلها حرف مضموم. شيئا، كتبت الهمزة المتطرفة أين؟ على كرسي الياء لأن ما قبلها حرف ساكن يتصل بها خطيا في حالة تنوين النصب. وأخيرا جزءا، كتبت الهمزة المتطرفة على السطر، انتبهوا جيدا لأن هنا لم تتصل الهمزة بالحرف الذي يسبقها لأن قبلها حرف ساكن. شكرا جزيلا، شكرا من القلب على حسن استماعكم، أحبكم جداً.